اللهم في شهرنا هذا قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر إليك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم في هذا الشهر المبارك اغفر لنا واعف عنا، واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا، اللهم أعنا، فنحن ضعفاء إليك، وخذ بأيدينا إذا تعثرنا، وسامحنا يا مولانا على ما كان منا. اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، واستغنينا بك عمن سواك.
اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، فأتمم نعمتك علينا، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا
إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم تجلى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي نصرة دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم سدد ديوننا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا كما تحب وترضى. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا واقبلنا، ولا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم في شهرنا هذا قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين،
اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم في هذا الشهر المبارك اغفر لنا واعف عنا، واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا، اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخذ بأيدينا إذا تعثرنا، وسامحنا يا مولانا على ما كان منا. اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، واستغنينا بك عمن سواك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، فأتمم نعمتك علينا، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك،
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم تجلى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي نصرة دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم سدد ديوننا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا كما تحب وترضى. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقضِ حوائجنا، اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين، فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا واقبلنا، ولا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم في شهرنا هذا قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر إليك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا البركة في كل شيء،
سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم في هذا الشهر المبارك اغفر لنا واعف عنا، واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا، اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخذ بأيدينا إذا تعثرنا، وسامحنا يا مولانا على ما كان منا. اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، واستغنينا بك عمن سواك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء
أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، فأتمم نعمتك علينا، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم تجلى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا
إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي نصرة دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم سدد ديوننا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا كما تحب وترضى. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقضِ حوائجنا، اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين، فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا واقبلنا، ولا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم في شهرنا هذا قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر إليك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم في هذا الشهر المبارك اغفر لنا واعف عنا، واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق،
ويسر لنا أمورنا في كل طريق. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا، اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخذ بأيدينا إذا تعثرنا، وسامحنا يا مولانا على ما كان منا. اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، واستغنينا بك عمن سواك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا،
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، فأتمم نعمتك علينا، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم تجلى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي نصرة دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا.
اللهم سدد ديوننا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا كما تحب وترضى. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا واقبلنا، ولا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم في شهرنا هذا قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر إليك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم في هذا الشهر المبارك اغفر لنا واعف عنا، واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم
أرحم الراحمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واكتب لنا الخير حيث كان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا، اللهم أعنا، فنحن ضعفاء إليك. وخذ بأيدينا إذا تعثرنا، وسامحنا يا مولانا على ما كان منا. اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، وقد أحببناك، واستغنينا بك عمن سواك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، فأتمم نعمتك علينا، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم تجلى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وفي نصرة دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم سدد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد،
اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا كما تحب وترضى. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا وقبلنا، ولا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.